ماشي يا هندسة، ربنا يصلح حالك يا رب ويوفقكم جميعا إن شاء الله. طيب سلام. أنا النهاردة إن شاء الله بنتكلم في اقتصاديات التشغيل للمحطات. طبعا أي محطة يا شباب عشان تبتدي أنت تتكلم في، يعني النهاردة لازم أبقى عارف، بالذات لو أنا بتكلم على برايفت ستيشن. يعني إيه برايفت ستيشن؟ يعني محطات خاصة. هو أنا ممكن يا دكتور أعمل محطة خاصة بيا أنا بس وأستثمر فيها أو بيها؟ قال لك آه. الموضوع ببساطة يعني يكون أقرب لكم قوي بالسولار إنرجي، اللي هي الطاقة الشمسية عندي، كأحد أنواع الطاقات اللي موجودة عندي. أنا ممكن أعمل لنفسي سولار سيستم، والسولار سيستم دوت أقدر أغذي بيه الشبكة اللي عندي، أو إن هو يبقى خاص بيا أنا بس وأغذي بيه مجموعة مستهلكين. والسولار سيستم بالنسبة لي عندي، او البي في سيستم، خلينا ادق شويه، لان السولار طبعا زي ما انتم عارفين بيندرج تحتها اكتر من حاجه، الحاجه الخاصه بالهيتنج وحاجه خاصه بالبي في وكذا حاجه، بس انا تحديدا بتكلم على البي في سيستم. البي في سيستم اقدر اعمل سيستم، والسيستم دوت يغذي بيه مستهلكين، اقدر يغذي بيه انا كحمل، وكمان اربط بيه مع الشبكه. في النهايه ممكن اكون مستثمر، استثمر في الطاقه، فيبقى عندي نظام زي كده هوت، وانا عملت النظام ده بمليون جنيه واستثمر في النظام دوت، فمثلا خلال 10 سنين ابقى جايب المليون جنيه مثلا. يعني بعد كده النظام بالنسبه لي موجود، فيبقى الريت اوف ريتيرن او الفيدباك بتاع الكلام دوت هيعود عليا بعد مثلا 10 سنين. انا جبت الفلوس بتاعتي لمده 20 سنه، السيستم دوت عمره الافتراضي، فقادر اقول لنفسي او قادر اعمل حسبه تجاريه كده هوت، واقول ان انا في 10 سنين انا كسبانهم، بس انا هتقل على نفسي شويه اول 10 سنين دول، لكن ال 10 سنين التانيين هيبقى كل الدخل اللي جاي من البي في سيستم اللي عندي دهوت ده داخل في جيبي، ويبقى ده بالنسبه لي المكسب. اذا اقدر اقول ان انا ممكن اعمل دراسه اقتصاديه بمنتهى البساطه، ما فيهاش مشكله خالص. بشوف الانبوت ايه والاوتبوت ايه. الانبوت عندي هو، او الاول بنشوف الاوتبوت اللي هو بالنسبه لي الاحمال، انا محتاج احمال قد ايه، وبناء عليه بشوف السيستم اللي المفروض اجيبه هجيبه قد ايه، وبالتالي اقدر اقول ان انا الكلام ده هيكلفني قد كذا. وطبعا بناء على العمر الافتراضي للكومبوننت اللي عندي، طبعا انتوا عارفين ان مثلا لو انا بتكلم عن بي في في الاون جريد والاوف جريد، فبشوف العمر الافتراضي لكل كومبوننت عندي، واقدر اقول والله ان انا كده هبقى كسبان ولا مش كسبان. الحقيقه هو ده تقريبا اللي انا عايز اقوله النهارده. النهارده انا جاي بقول عشان احسب الكوست للجنريشن توتال، توتال جنريشن هي احنا بنحسبها من حاجتين يا شباب، من فيكسد كوست واوبريتنج كوست. واي حاجه، اي حاجه انت بتشتغل فيها او بتتاجر بيها بيبقى عندك فيكسد كوست واوبريتنج كوست. الفيكسد كوست ان انا لو هجيب مثلا اي حاجه، اجيب مكنه هتطلع هتنتج لي مثلا منتج معين، المكنه دي انا جايبها مثلا برقم ما، طيب وبناء على انتاجها بقدر اقول والله المفروض ان انا هكسب قد كذا. طيب المفروض ان انت عندك بيبقى في تكلفه ثابته وتكلفه متغيره. التكلفه الثابته اللي حضرتك بتجيبها في اول المشروع وخلاص، انت اشتريت وعملت وحددت الصيانه الثابته بتاعتك والاجور بتاعت النقل وشويه حاجات كده هوت ثابته. والحاجه المتغيره بتبقى بناء على الانتاج. والله انا السنه دي انتجت مثلا مليون كيلو وات اور، السنه الجايه مليون ونص، السنه اللي بعدها ثلاث ارباع، وهكذا. اذا بناء على الانتاج بتاعي، وكذلك في اي منتج عندك، وبناء على الانتاج بتاعي يبقى التكلفه عندي بايه؟ بتتغير. زي بالظبط لما انا اقول لك مثلا ان انا عندي مثلا في الفيكسد كوست وفي اللي هو الرننج كوست، في مثلا الكيبلز او في الاوفر هيد ترانسميشن لاين، انا بجيب مثلا الكابل بتاعي تمام بكام؟ بمليون جنيه. بس المشكله كلها في الرننج كوست يا دكتور، التكلفه بتاعته في الاعطال بتبقى غاليه جدا، بتبقى قد ايه؟ قد كذا وهكذا. ففي حاجه اسمها الفيكسد وفي حاجه اسمها الرننج. فانا النهارده جاي اكلمك في الحاجتين دول، ان انا عشان احسب اي جنريشن كوست لاي محطه عندي بحسبها من حاجتين يا شباب، من الانيوال فيكسد كوست والانيوال اوبريتنج كوست. طيب اصلا عشان تقول الانيوال فيكسد كوست والانيوال اوبريتنج كوست هي بتساوي الانيوال بلانت كوست. طب الجنريشن كوست هي الانيوال بلانت كوست على الانرجي. هو كده بيجيب ايه يا شباب؟ بيجيب فلوس لكل كيلو وات اور. ونصيحة أنا بقولها في المحاضرة، هو أعتقد إن العدد إن شاء الله كده كبير وكامل. النصيحة إيه؟ الشابتر ده هو شابتر صغير وبسيط،
بس هيدخل ضمن شباتر اللي جايه معاه شابتر او شابتر اللي فات، يعني شابتر اتنين انا بتكلم عنه دوت هيبقى داخل فيه شابتر اللود كيرف، ممكن اجيب لك مساله اللود كيرف معاه، وهيدخل فيه معاه التارف وهيدخل معاه الباور فاكتور، فهو شابتر صغير بس هيبقى داخل في كذا حاجه. دي نقطه رقم واحد. نقطه رقم اتنين، المفتاح بتاع الشابتر ده يا شباب هو اليونت. اليونت يعني ايه يا دكتور؟ يعني الوحده بتاعت كل حاجه. لو فهمت اليونت بتاعت كل حاجه عندي كده، الشابتر ده بالنسبه لك هيبقى سهل جدا، ولا هياخد معاك حتى في المذاكره 10 دقائق. وانا عارف انا بقول لك ايه. فالنهارده انا جاي بتكلم في جنريشن كوست، فلما بتكلم عن تكلفه يا شباب ما ينفعش اقول 10 جنيه وخلاص، لا. ده انا النهارده بتكلم على منتج، المنتج دوت ممكن يكون ليه اكتر من شكل. زي بالظبط انت لما بتعمل حاجه بيبقى ليها اكتر من شكل. بمعنى ايه يا دكتور؟ انا النهارده بتكلم على طاقه، فالطاقه دي ممكن تكون كيلو وات، والطاقه دي ممكن تكون كيلو وات اور، والطاقه دي ممكن تكون كيلو فولت امبير، والطاقه دي ممكن تكون اي حاجه ليها مصادر كتيره جدا او اشكال كتيره جدا. ممكن اقول ان ديت بالنسبه لي هي انرجي. طيب يبقى اذا يا دكتور لما حضرتك توصف فلوس او تقول ان انا بتكلم على ايكونوميك ستادي، فانا بتكلم على فلوس. فالفلوس ديت، الفلوس اللي حضرتك بتقولها ديت، ده تمن ايه؟ تمن الكيلو وات الواحد، ولا تمن الكيلو وات اور، ولا تمن ايه بالظبط؟ فانا بقول لحضرتك هو كجنريشن كوست انا بتكلم على كيلو وات اور، ودوت المتعارف عليه كلنا عارفين ان احنا بنتعامل بالكيلو وات اور. والكلام ده على فكره انت بتشوفه في بيتك لما الراجل بيتعامل في العداد اللي عندك دوت، فهو بيتعامل على كيلو وات اور او شركه الكهرباء تحديدا. فالنهارده انا بتكلم على جنريشن كوست، هي الانوال بلانت كوست على الانرجي. الانرجي دايما بالكيلو وات اور او بالميجا وات اور، المهم بالوات اور في النهايه. الانوال بلانت كوست دي يا الفلوس. دكتور، نعم يا دكتور. احكي يا سيدي، قول. سامعك ولا هي طلعت منك كده عفويه ولا ايه؟ هندسه اللي كان بيقول لي يا دكتور. يا دكتور الدكتور يقف يعني ولا ايه؟ مش فاهم. هو تعبان تقريبا. يعني تعبان يا نايم وبيحلم تقريبا زي كده. ماشي، الله المستعان. طيب انا عندي الانوال بلانت كوست يا شباب زي ما قلت، فيكسد كوست زائد اوبريتنج كوست. الفيكسد عباره عن ايه يا دكتور؟ والاوبريتنج عباره عن ايه؟ يا دكتور الفيكسد يا شباب، الراجل ده الله يكرمكم يا جماعه، يعني اقفل الصوت خالص ولا اعمل ايه؟ اللي نايم ده هو ولا عنده غوز ولا ايه بالظبط؟ ده شكله في حته. يا جماعه اللي عارف زميلكم اللي بيتكلم ده يا هو ريت تقريبا مش يرجع له. سامعك يا دكتور، هو تقريبا مش سامعك، تقريبا مش سامعك يا دكتور. طيب يا سيدي بالله عليك يعني ابعت له كده اهوت، لو حد شايف الاسم ولا حاجه زي كده اهوت محمد حسني يبعت يا له دكتور، كده يقول له يا عم محمد افضل حسني تسمعني كويس. محمد حسني، الحسيني يا محمد حسيني، مش حسني. حسني، مش هلال، مش انا. الله، ما انا عارف فين لا الحسين يعني وفين الحسني، انتوا كلكم محمد ظاهرين حسني قدامي. المهم الثاني ابعتوا اللي له متصور على قولوا له العربية كده ده يا يعني ايه. دكتور. اه اللي هو ده. مش طيب عارف يعني اتصل له نعمل معاه ايه؟ طيب يعني نطلعه بره ازاي؟ طيب ولا نقول فهمه ازاي؟ انا ما طيب فهمت ان شاء طبعا. الله كده ربنا يسلم. طيب هو ان شاء الله كده يفوق معانا ويركز دلوقتي. طيب طب انا دكتور عايز عندي بس سؤال، اخلص اللي معلش. عايز اقوله. الله، هو اتفضل يا هندسه، في اتفضل اقول. الجزئية دي الانوال كوست نعم. اللي هي تكلفة توليد الطاقة نفسها، الطاقه كلها في النهايه، المنتج اللي انا تكلفة بديه التوليد. لحضرتك ده تكلفته قد ايه عشان ايوه اشتريه منك؟ بس كده تمام. ماشي يا هندسه. فعشان اجيبه انا بقى، انا نفترض ان انا هندسه انا الراجل اللي مستثمر وحضرتك الحمل، فانا هبيع لحضرتك كيلو وات اور، فانت في النهايه تقول لي كيلو وات اور ده مكلفني قد ايه، انت جبته ازاي؟ ما يشغلنيش. انا بقى كلؤي انا بحسب القصه دي ازاي، هو ده اللي انا بحكي فيه النهارده. لكن حضرتك هتاخده بكام هتختلف من محطه الى اخرى، خلاص. لكن انا النهارده عشان اقول يا جماعه الكيلو وات اور ده هيكلفني قد كذا، فلازم ابقى عارف ان انا عندي عشان اعمل المشروع دوت يبقى عندي فيكسد كوست واوبريتنج كوست. الفيكسد كوست زي ما انا قلت كده هتبقى بالجنيه بير يير. طب ما ينفعش بير مانث، ما ينفعش بير ويك، ما ينفعش بير دي، لا ما ينفعش. ليه يا عم؟ قال لك لان اي دراسه اقتصاديه بتتم يا شباب بتتم سنويا، وده كلام ثابت. هناك كنت بطلع لك لود كيرف باليوم وبالشهر وبالسنه وانت حر، واضرب بقى في عدد ايام. لكن هنا ما ينفعش اطلع يومي واضرب في عدد ايام، ما ينفعش.
اي دراسه عندي بتتم ييرلي، فاي حاجه عند حضرتك مش ييرلي هتحولها ييرلي. الكلام واضح. الانوال فيكسد كوست اوف بلانت كونسيست اوف الانترست والتاكسز والانشورنس والديبريشيشن والمانجيريال والجنرال مينتنس كوست اند ريت اوف ريتيرن. ايه يا عم الكلام اللي انت بتقوله دوت؟ قال لك يا سيدي عشان اقول ان في نفس الكلام برضه مش هنخلص دكتور. عشان اقول معلش، هو ده دكتور معلش حاجه غير التعريف ولا هو لا ده غير التعريف يا هندسه، ده غير التعريف خالص. تمام، هما مش الاثنين برضه بيبقى المفروض حساب التكلفه للباور او حلو. الانرجي اللي بستخدمها ولا ايه؟ كويس معلش عشان جدا، نتلخبط. ماشي يا هندسه، حاضر عينيا. بص يا هندسه، التعريفه اللي انا بقول لحضرتك على دي اللي شركه الكهرباء بتحاسبك بيها، كويس. لكن انا اللي جاي النهارده اقوله دوت اللي انا بحاسبك بيه، بس انا بتكلم على شركه الكهرباء دي عشان تحاسب حضرتك بالتعريفه دي. جابت الكلام ده منين؟ التعريفه دي طلعتها منين؟ انا بقى بتكلم على منين دي؟ خلاص، بتكلم على فيكسد كوست واوبريتنج كوست. انا النهارده جاي اقول لك الفيكسد كوست بحسبها ازاي والاوبريتنج كوست بحسبها ازاي. في النهايه هيديك تعريفه، التعريفه ديت خلاص هي ديت شركه الكهرباء بتقرها علينا. لكن انا النهارده بجاي بقول ان انا بحسب الكلام ده ازاي. خلاص، في النهايه هي هتبقى فعلا التعريف اللي عندك اللي انا هحاسبك بيها، بس انا عشان احسب الكلام ده احسبه ازاي؟ ودي حاجه. الحاجه الثانيه، شركه الكهرباء معايا ممكن تتكلم في حاجه كونفنشنال زي ما انتم عارفين، لكن انا بتكلم هنا ان انا برضو لو انا عايز اعمل حاجه خاصه برايفت بنفسي انا برضو احسبها ازاي معايا. فالموضوع هيبقى جنرال شويه، ان انا بتكلم على فيكسد كوست واوبريتنج كوست. طيب الفيكسد كوست عباره عن ايه زي ما احنا كاتبين كده؟ هو الضرائب والتامينات والفوائد ومش عارف ومعدلات الاهلاك اللي بتحصل عندي في الماشينز اللي موجوده، وفي بعض الجزء بيبقى اداري شويه، وفي بعض الصيانه الثابته اللي انا ببقى عارف كويس جدا ان المكنه ديت او الماشينز اللي انا جايبها ديت بيبقى لها صيانه ثابته كل سنه، الصيانه ديت مثلا بتقدر بقد كذا، يبقى ديت ثابته معايا على حسب بقى الانتاج بتاعي. الانتاج لو زاد يبقى انا محتاج صيانه ازيد شويه، بنسميها اوبريتنج مينتنس، او بدل ما بنقول فيكسد مينتنس بنقول اوبريتنج مينتنس كوست. الريت اوف ريتيرن اللي هو العائد بتاعي وهكذا. اذا دي كلها بتندرج تحت التكلفه الثابته اللي هي زي ما قلت لحضرتك اللي هي الايه؟ الفوائد والضرائب والتامينات ومعدلات الاهلاك اللي بتحصل في الماشين، والمانجيري اللي هو الجزء الاداري اللي هو بيبقى ثابت معايا كل سنه، والجنرال مينتنس كوست اللي هي بتبقى التكلفه الثابته بتاعت الصيانه والريت اوف ريتيرن. كل دي تبع الانوال فيكسد كوست. طب يا دكتور، هو انت في الامتحان انت بتقول الكلام ده كويس جدا، بس في الامتحان هل هتدي لي بقى الانترست بكام والتاكسز لا بص يا سيدي، انا هدي لك اي محطه اقول لك الكباسيتي بتاعتها قد كذا، خلاص، فهدي لك السي، وخلينا فاكرين ان البي كباسيتي هي اعلى حاجه، هي اعلى من ماكسيمم، اعلى من الافريج، هي اعلى حاجه. خلاص، طيب الحته اللي انا ببقى لخبط فيها الناس او بجيب لهم حته كده في الامتحان، لو انا ما اديتلكش البي كباسيتي، شوف انا بشرح لك كل حاجه وبقف عندها، مش مثلا بشرح وارجع تاني، لا انا يعني بقول لك الكباستي ساعات بديها للناس البي ماكس وما ادلكش الكباستي، ساعتها تعتبر ان البي ماكس هي مين؟ هي البي كباستي. ده لو ما ادلكش الكباستي بكام؟ خلاص؟ طيب اليو سي هي الكابيتال كوست. يعني ايه الكابيتال كوست يا دكتور؟ يعني كل كيلو وات عندي هيكلفني قد ايه؟ خلاص؟ طيب الاف سي ار الفيكسد تشارج ريت. ايه الفيكسد تشارج ريت بالنسبه لي؟ اللي هي الحاجات دي. الحاجات دي بتمثل قد ايه من الكابيتال كوست؟ يعني ايه يا دكتور؟ يعني مثلا بنيجي نعمل مشروع، نقول والله المشروع دوت الانترست اللي فيه او التاكسز اللي فيه بتمثل 5% من قيمه المشروع، يبقى خلاص انا عرفت كده 5% من التكلفه اللي عندي، يبقى 5% ديت من الكابيتال كوست، او 10% او 20% وهكذا. يبقى الاف سي ار هي الفيكسد تشارج ريت، ودي بتبقى دايما برسنتج 5% 10% 20% زي ما هو اداني. الكابيتال كوست ده التكلفه الايه؟ الكابيتال بتاعت المشروع كله، الكيلو وات قد ايه. البلانت كاباسيتي طبعا تبقى بالكيلو وات اللي هي الايه؟ البي كاباسيتي اللي عندي. ولو انا بقول لك هو ما ادتلكش البي كاباسيتي يبقى البي ماكسيم هي البي كاباسيتي. طيب طبعا الكابيتال كوست بقى بيقول لك انت بتجيبها منين؟ هي بالنسبه لي بتمثل مين؟ اللي هي التكلفه المبدئيه بتاعت المشروع، اللي هي الارض بتاعت حضرتك اللي انت جايبها، تكلفه التصميمات والتخطيط والكلام اللي والمبنى اللي عند حضرتك والاكيوبمنت والنقل والانستليشن، كل ديت بسميها كابيتال كوست. سؤال خلاص بس يا دكتور، هي اتفضل اتفضل. تمام، خلاص 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 خلاص، شكرا. تمام.
يبقى كل ما هو تكلفة مبدئية عندي بسميها الكابيتال كوست، مبدئية تكلفة الأرض اللي عندي، المبنى اللي عندي، النقل، التركيبات، التصميمات، التخطيطات، كل دي يا شباب بسميها كابيتال كوست. خلاص أعتقد كده إن أنوال فيكسد كوست واضحة. يبقى أنا هديك حضرتك الإف سي آر، هديك اليو سي، هديك السي. يا سلام، يعني أنت هتديني وعوض كده؟ الدنيا ما هي بسيطة، أما أنت مصعبها ليه؟ لا مش هديها لك مباشرة كده، أمال هديك إيه؟ ممكن أديك اليو سي مضروبة في السي، بس مش هقول لك دي اليو سي مضروبة في السي، أمال هقول لك إيه؟ هقول لك الكابيتال كوست بالجنيه. فحضرتك لو مزيت الجنيه على الكيلو وات وضربت في الكيلو وات هتطلع في النهاية بالإيه؟ بالجنيه. فالكابيتال كوست وسكت، يبقى ديت اليو سي في السي. خلاص مش هنسين؟ وهكذا. يعني أنا ممكن أديك اتنين حاجتين مع بعض، واللي اللي هيميزه عند حضرتك هي اليونت، اليونت هي اللي هتبين لك كل حاجة. طب الاوبريتنج كوست يا دكتور بتبقى بالجنيه برضه بالريال، دكتور لان انا ما معلش، ينفعش. اتفضل يا هندسه. هو احنا هنا قايلين ان الكابيتال كوست بيقل ايه بالريال مثلا او بير كيلو وات. بير كيلو وات. اي يا باشمهندس، تمام، احنا قلنا دي مثلا تكاليف المباني والانستولمنت والاكويبمنت والحاجات دي، فهي ازاي تمام. بتتحسب بالكيلو وات؟ لا بص يا ولا هندسه، لازم، ولا في حالة الضرب مثلا مع السي هتبقى كده؟ بالظبط، هي التكلفه ديت بتتحسب من الطاقة اللي موجودة عندي، من الكيلو وات اللي موجود عندي، فاهم؟ يعني لكل كيلو وات قد كذا. أنا هديك مثلا التكلفة ديت بالنسبة للكيلو وات قد إيه؟ معايا؟ بحيث أنت لما تيجي تضربها في الكباستي كلها بتقدر تطلعها بالفلوس، اللي هي في النهاية اللي هي تكلفة الأرض هتبقى بالفلوس بس، وتكلفة مش عارف المباني هتبقى بالفلوس بس. بس هما دايما يا هندسة بيحسبوها من مين؟ من البلانت كباستي. عشان كده قلت لك يمكن الحتة بتاعت اليو سي في السي، لأن دايما بجيب الحتة دي. أنا ما بقولش الكابيتال كوست بكام لوحدها او البلانت كابيتال، لا بقول لك مثلا الكابيتال كوست مثلا بمليون جنيه. خلاص يبقى ديت، خلاص المليون جنيه ديت كانت اصلا رقم بير كيلو وات، وضربه في كيلو عدد الكيلو وات اللي موجوده طلع له مثلا الفلوس اللي عنده، وهكذا. خلاص. طب الاوبريتنج كوست، الاوبريتنج كوست اللي هي معتمده على ايه يا باشمهندسين؟ على فيما بعد بقى التشغيل. انت خلاص شغال او اشتريت وعملت واقمت المشروع بتاعك، عايز تشغل بقى. فالاوبريشن اوف بلانت بتعني ايه؟ هي طبعا بتتغير مع الاوبريشن، او الاماونت اوف انرجي بروديوس، يعني على حسب الانرجي اللي حضرتك هتطلعها بتتغير مين؟ بتتغير الاوبريتنج كوست ديت. والله انا طلعت كتير هتزيد، طلعت قليل هتقل، وهكذا. طيب الكلام ده طبعا برضو بيتعمل سنويا انيوال. الايتمز ديت كونستيتيوت اوبريتنج كوست ار. عندك تكلفه الفحم. طب هي تكلفه الفحم يا دكتور هتتغير لما الانرجي؟ اه طبعا، ما انا النهارده هجيب فحم قد ايه عشان يطلع لي انرجي قد ايه. خلاص، لو انا عايز ازود الانرجي بقى هزود شويه في الفيول اللي عنده، وهكذا. طب دلوقتي انا بنتج مثلا مليون كيلو وات اور، هل لما هنتج مليون ونص نفس العماله اللي موجوده هتبقى برضو كافيه؟ لا طبعا هزود شويه في العماله، وهكذا. مينتنس كوست، طبعا المكن بتاعي يبتدي يهلك اكتر، وبالتالي محتاج صيانه اكبر، وهكذا. السبلايز برضه هتتغير معايا بناء برضه زي ما الفيول بيتغير، هو السبلايز اللي عندي اتغير، وهكذا. طيب يبقى في النهايه يا دكتور عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الاوبريتنج كوست يا شباب لما انا هتكلم عنها يبقى انا بتكلم على اي حاجه راننج، اي حاجه تعتمد على الانرجي اللي هتتغير عندي او هتطلع عندي او هتنتج عندي، والانرجي دي هتبقى معتمده على الفيول والسبلايز والمينتنس كوست والاوبريتنج ليفل. طب عشان نبقى محددين شويه، عندي هتبقى مقسومه لايه؟ لحاجتين. الحاجه الاولانيه زي ما احنا شايفين كده عباره عن الاو ام زائد الاف سي. طيب ايه الاو ام يا دكتور؟ الاوبريتنج مينتنس والليبر كوست بالجنيه بالريال، اللي هم مين اللي انا لسه قايلهم لك، بس هو ايه بيحطهم لك في الترمات لا اكثر. طب هل انت يا دكتور لو اي هتجيب لي كده الاو ام بكذا واف سي؟ لا طبعا مش هجيب لك كده يا هندسه، امال هتجيب لي ايه؟ هقول لك الاوبريتنج كوست ايكوال كذا، او الاوبريتنج مينتنس كوست بتساوي كذا، الليبر بكذا، الفيول كوست، يعني هكتب لك تفصيله او هدمجهم لك مع بعض. الكلام دوت عشان تفهمه بسهوله خليك فاكر اليونت اللي احنا اتفقنا عليه. اي يونت، يعني انا النهارده لما بتكلم على او ام، معلش خليني اقول الحته دي يا هندسه واسمعك. حاضر، بتكلم على او مش ام، عمال فلما اكلمك. اقول لك انا عندي ايوه اتفضل. هاي يا باشمهندس، خلص خلص يا دكتور براحتك. ماشي، الاو ام اللي عندي، اللي انا مديك الحاجه بالجنيه بير يير، يبقى خلاص ديت فلوس في النهايه. ديت الاي او سي، هي جزء من الاي او سي. طيب الفيول كوست برضه بديها لك بالجنيه بير يير، يبقى ديت برضه هي ديت فلوس، يبقى فلوس هجمعها مع فلوس. طيب امال ايه يا دكتور انت ممكن تديني ايه؟ شوف هنا مثلا الاف سي دي بيحسبوها ازاي، اللي هي الفيول كوست. بيقول لك هي عباره عن يونت فيول كوست. ايه اليونت فيول كوست؟ الكيلو جرام من الفيول اللي حضرتك بتجيبه ده بتشتريه بقد ايه يا هندسه؟
ده بالجنيه خلاص. طب ممكن يكون بالطن، اه طبعا ممكن اديك الحاجه بالطن. طيب بعد كده الفيول كونسامشن، كل كيلو جرام، او انا عشان اطلع كيلو وات اور محتاج كام كيلو جرام، يبقى الكيلو جرام لكل كيلو وات اور ده بسميه مين؟ الفيول كونسامشن. لو ضربت دي في دي هيديك جنيه بير كيلو وات اور. طب اذا كنت انا عايز حاجه بالجنيه يبقى هضرب الكلام دوت في الكيلو وات اور اللي هي الانرجي. يبقى لما حضرتك تضرب الانرجي في اليونت فيول كوست في الفيول كونسامشن يديك في النهايه الحاجه بالايه؟ بالجنيه. طب واحد يسال سؤال دلوقتي يقول لي يا دكتور مش انت بتقول الجنيه برير؟ اوعى تضرب في 8760. لا طبعا اي حاجه انا مديها لك برير. لو انا قلت لك غير كده او ما ذكرتش حاجه او ما قلتلكش حاجه غير الير يبقى هي لير. لو قلت لك حاجه غير الير يبقى انت لازم تحولها الى اير خلاص الحاجه دي. لكن هو كله خلاص هيبقى برير، مش تيجي تضرب لي مثلا في 8760 عشان تطلعها ولا تقسم على 8760 ساعه. لا هي الحاجه طالعه بالجنيه خلاص، الجنيه دوت سنويا. فانت عندك هنا انرجي لو ضربتها في الفيول كوست في الفيول كونسامشن هيطلع لك في النهايه بالجنيه. طب هل انت ممكن تديني دي مع دي وتسميها مسمى؟ اه طبعا في النهايه لو انت خدت دي في دي فهتلاقي بالجنيه بالكيلو وات اور، ممكن اقول لك الحاجه بالجنيه بالكيلو وات اور بكذا خلاص. طيب ده بالنسبه لي الفيول كوست. طيب اخر حاجه اقول عشان الراجل اللي كان عايز يسال، لو عايز يسال الانرجي عندي هي بي افريج في التايم. طيب دكتور هو انت هتديني اصلا بي افريج؟ احنا هنا شغالين بقى في شابتر 2 ده اساسا ما فيهوش بي افريج خالص. اه هنفتكر بقى مع بعض ان البي افريج بتساوي البي كاباسيتي في الكاباسيتي فاكتور، او بتساوي البي ماكسيمم في اللود فاكتور خلاص. فانا هديك في المساله البي ماكسيمم واللود فاكتور، او هديك البي كاباسيتي والكاباسيتي فاكتور خلاص يا شباب. ومنها تقدر تجيب البي افريج، والتايم طبعا عندك هيبقى ثابت 8760 ساعه. كده انا جبت الاي او سي وجبت الاي اف سي، اجمعهم يديني الاي بي سي، اقسمه مع الانرجي يديني الجنريشن كوست بالجنيه بير يير سنويا. كده انا خلصت المساله. اللي عايز يسال اهلا بيه، اتفضل. يلا بشوف دكتور انا سامع الناس، اتفضل يا هندسه. الحتة بتاعت اليو سي في السي دي ايوه ممكن تقولها تاني؟ حاضر. اليو سي في السي هندسه اللي هي دي اللي هي فوق اه اهي هي دي صح كده؟ ايوه هي تمام. السي هندسه هي البلانت كاباسيتي خلاص؟ اليو سي ديت هي الكابيتال كوست بتاعت المشروع كله. بس ما ينفع بس مش كابيتال كوست وبس، لا ده الكابيتال كوست لكل كيلو وات بتساوي قد ايه. بمعنى ايه؟ اقولها لك بشكل تاني، في حاجه ان شاء الله ما تطلعوا في سنه تانيه او لسه سنه رابعه هتاخدوا. اسمعوني بقى الله يكرمكم عشان اقول معلومه على بعض الناس ما تقعدش تقطعني، عشان احنا ايه يعني ما نفرهدش، احنا لسه اول يوم. في حاجه اسمها ان شاء الله. نعم يعني الحته ديت برضو نفس الحته اللي تحت بتاعت الاف سي والاو ام. لا 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 دي حاجه ودي حاجه يا حسن. ماشي اليو سي في السي ديت انا يعني زميلك الحقيقه لما سال سؤال انا اتبسطت منه، اللي هو بيقول لي يا دكتور هو انت بتقول الكابيتال كوست ديت بالكيلو وات، بتتكلم على تكلفه ثابته، يبقى ازاي بتتكلم على منتج دلوقتي انت بتقوله عليه او طاقه عندك كيلو وات ولا كيلو وات؟ قلت له هندسه احنا مثلا لما بنيجي نعمل لود استيميشن. يعني ايه لود استيميشن؟ يعني بعمل تقدير للاحمال اللي عندي. هو انا لما بعمل تقدير الاحمال اللي عندي عشان ايه؟ عشان اوصل في النهايه لتكلفه المشروع. الراجل اللي هو صاحب المستشفى ولا صاحب المول دوت اقول له والله المشروع هتكلف قد كذا. فلما باجي اخش مثلا على مكان تعليمي زي اللي احنا بنتعلم فيه دوت في الاكاديميه، بقول والله ان القاعه ديت عشان تديها اضاءه صح طبقا للكود، فمثلا المتر مربع محتاج قد كذا اضاءه باللكس، محتاج قد كذا مثلا سوكت، محتاج قد كذا باور سوكت، محتاج قد كذا مش عارف ايه. لما بتيجي تحدد في النهايه الفلوس انت حددتها بناء على ايه؟ على طاقه عندك. هي عباره عن ايه في النهايه؟ عباره عن لايتنج، وعباره عن سوكت، وعباره عن باور سوكت، وعباره عن مش عارف ايه وهكذا. فانا النهارده لما بقول تكلفه المشروع بالنسبه للكيلو وات قد ايه، او لكل كيلو وات قد كذا، فانا كاني بقول بالظبط لكل كيلو وات كتكلفه اي حاجه لازم ترجعها للكيلو وات او الكيلو وات اور سواء ثابته او متغيره خلاص. فهو هنا يا حسني بقول لك اليو سي هي الكابيتال كوست، هي التكلفه بتاعت المشروع ككل، هي المفروض اللي تبقى بالفلوس، بس انا عشان بضربها في السي تبقى بالفلوس لكل كيلو وات، انا بنسبها لكل كيلو وات قد كذا خلاص على حسب عدد الكيلو وات اللي عندي. نعم يعني اليو سي في السي يعني معنى كده ان محاسب ضربهم فلوس بس صح؟ فلوس بس بالظبط كده. طب حضرتك لما
في الامتحان تقول لنا ان تكلفتها كذا. هقول لك بقى التكلفه، مثلا الكابيتال كوست بالجنيه او بالجنيه بير كيلو وات، فساعتها لو اديتها لك بالجنيه خلاص دي جاهزه يو سي في سي، لو اديتها لك لو بالجنيه بير كيلو وات يبقى ساعتها تجيب السي تشوفها فين في انهي حته في المساله وتضرب فيها ايه اليو سي ديت. بص ماشي، الحته بتاعت اللي هي تحت بتاعت اللي هي السنه والجنيه برضو والكيلو جرام، معلش برضو وضحها لنا تاني. دي يا باشمهندس الاف سي هو الفيول كوست، عباره عن ايه؟ عباره عن ايه في اليونت فيول كوست في الفيول كونسامشن، برضه بديك الايه حسب الفيول اللي موجود عندي، بقول لك والله ايوه تكلفه الكيلو جرام الواحد قد كذا 10 جنيه 2 جنيه 10 قروش وهكذا. طيب تمام. كل كيلو جرام دوت عشان انا عشان اطلع كيلو وات اور واحد محتاج كام كيلو جرام؟ فده الايه الفيول كونسامشن اللي هو استهلاك الوقود اللي عندي. طيب الكلام دوت لما اضربه في دوت يديني ايه؟ يديني الكيلو وات اور هيكلفني قد ايه؟ جنيه بير كيلو وات اور. ضربت ايه؟ ضربت استهلاك الوقود في الفيول كوست اللي عندي او اليونت فيول كوست اللي هو بالجنيه لكل كيلو جرام، طلع لي الجنيه بير كيلو وات اور. ضربته في الكيلو وات اور طلع لي في النهايه فلوس، يبقى الاف سي في النهايه بتمثل ايه؟ بتمثل فلوس. خلاص؟ يعني انا كلها بترجع لشغل الوحدات في الاخر وتمييز وخلاص. برافو عليك، ممتاز. شفت بقى انت قلت ايه؟ فاكر لما قلت لك ان مفتاح الشابتر دوت في الوحدات؟ هو كده بالظبط زي ما انت ترجمتها دلوقتي بالظبط كده. خلاص ماشي يا حبيبي. تمام. طيب نخش بقى على المسائل. معلش يا دكتور، وانا ليه اتفضل يا هندسه وانا ليه تحت بقدر امرك في 8 ونص؟ ما هو يا هندسه دوت كده بالنسبه لي تايم، صح كده؟ مش وده احنا قلنا بالنسبه لي نلحق على طول؟ نعم مش حضرتك كنت لسه بتقول ان احنا على طول شغلنا يبقى بالسنة مش بالساعة؟ صح يا هندسه، انا بتكلم هنا دي تحديدا بس على الانرجي يا باشمهندس، ما بتكلمش على كوست دلوقتي، بتكلم على انرجي. الانرجي بتساوي ايه يا هندسه؟ باور في تايم، فالتايم 8760 طبعا. هو انا هسيب التايم هنا، فالتايم 8760 والبي افريج هي بي ماكسيمم في اللود فاكتور او بي كاباسيتي في كاباسيتي فاكتور. اللي انا اقصده يا هندسه في البرير ديت اللي في الكوست، لكن كانرجي هي بي افريج في التايم، التايم لازم يكون موجود اهو. لكن في الكوست بقول لك بفلوس، الفلوس ديت تقدر امتى كل قد ايه؟ تقدر سنويا، عشان كده ما اتضربش في 8760، هي سنويا معروفه وخلاص. معايا هندسه؟ يعني اي حاجه انا بديها لك بديها لك سنويا. العفو يا باشمهندس. برضه بتكون طيب 24 365. انت ما انت نفس ما ما هي وصلت. الاربع بالظبط كده يا باشمهندس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا عايز اقول حضرتك هنا كنت حاجه بتحل، بالمناسبه. نعم ممكن حضرتك كنت بتحل اكزامبلز لو قابلنا حاجه مثلا زي اليو سي او الحاجات دي، ممكن حضرتك توضحها بالعربي؟ يعني توضح لي هي ايه بالظبط في المحطه بالعربي؟ حاضر يا باشمهندس حاضر. انا فاهم حضرتك، بس عشان بس ابقى مجمع الشكل العام يعني. بص يعني انا لو انا اصل المسائل اللي هنا مش موجود فيها، انا كنت قايل للمعيدين يقولوا لكم على حاجه يو سي في سي. بس بص يا باشمهندس، يعني انا مثلا ايه، تعالى كده نقول ارض مشروع كويس. انا تمام. يعني كتاجر تخيل كده انا وانت رايحين نشتري ارض نعمل عليها مصنع. الارض دي مثلا هنعمل عليها مصنع بينتج مثلا كراتين كويس كده. الكراتين دي تمام. انا عايز اقول ان الكرتونه الواحده او طن الكراتين الواحد تكلفه الارض كانت قد ايه بالنسبه لطن الكراتين الواحد دوت، فاهمني يعني ايه؟ يعني بس مثلا دي نقطة، دي اللي هي ايه بقى بالظبط عندي؟ ديت اللي هي الجنيه بير كيلو وات، عشان انا عارف ان الحته ديت يعني الراجل اللي سال السؤال ده يمكن انا مبسوط من سؤاله والله. هو ربط الفيكسد قال لك فيكسد يبقى ملهاش علاقه بالايه؟ بالكيلو وات. بس انا عايز اقول لك ايه يا هندسه؟ هو بيربط ليه؟ بيحط الكيلو وات ليه؟ هو بيقول ان التكلفه الثابته ديت من المنتج اللي من المنتج اللي هينتجه قد ايه بتمثل بس كده. ديت اليو سي انا يا فاهم هندسه اللي هي اللي انا نسبة بقول. التناسب، امال انا عايز فاهم اللي هي تسالني نسبة على ايه؟ التناسب، اللي هي سعر الكيلو وات بالجنيه، التكلفة اللي بالظبط. انا يعني انا مثلا لو عملت ب 20000 فشوف كام كيلو وات بالجنيه بال 20000 دول. تمام. ده انا طيب فاهمه سؤالك تمام. في ايه طيب؟ انا مش قصدي ده، انا قصدي حضرتك يعني مثلا حضرتك بتقول اليو سي، تمام؟ اليو سي دي بالظبط اللي هي ايه في المحطة؟ يعني ايه في المحطة؟ ما انا قلت لك اهو يا هندسة اليو سي اللي هي دي
cost of land, the cost of design, the cost of planning, the cost of building, وهكذا. ماشي تمام. يعني دي تكلفة البناء. ماشي. وتكلفة التصميمات. وتكلفة النقل. هو ده اللي انا اقصده. يعني حضرتك يعني توضح لنا حاجة زي كده. هو بس ابقى رابط البناء. والله انا على فكرة قلتها بس انت يمكن ما خدتش بالك. انا قلتها والله وانا بتكلم. طيب المهم ان احنا حلينا المشكلة يعني المهم. طيب نكمل. هنا في مسألة زي اللي قدام حضرتك دي طبعا مسألة بسيطة وسهلة يعني. مديك الكباستي اهو يا حسني. دي مين الدي كاباستي؟ مديك الكابيتال كوست اهو يا باشمهندس لسه سائلني جنيه بير كيلو وات انستولد. انت طبعا لما سالتوني نسيتوني الحاجه اللي كنت اقولها لكم مهمه قوي 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 قوي. وانا كنت في احد السنين كنت جبت المساله دي اللي هي ايه بقى عشان بس ما انساهاش لانها مش موجوده هنا وانا مش مكلف المعيدين ان هم يحلوها بس عشان لو جت يبقى الناس عارفاها. هو انا يا دكتور لما انت بتقول لي على انرجي او بتقول لي على زمن هو دلوقتي المحطة لو انا بتكلم على محطة تقليدية عشان تنقل الباور دي هل الأحمال بتبقى جنب المحطة على طول ولا بتبقى بعيدة عن المحطة؟ السؤال مين يجاوب؟ بعيدة. طيب هل الانرجي اللي خارجة من المحطة هي النت انرجي اللي هتوصل للكاستمر اللي عندي؟ لا, لا, لا طبعا هو فعلا لا طبعا بس ناخدها قاعده بقى طالما الدكتور له اي ما ذكرش حاجه زي كده يبقى خلاص بعتبر الاحمال هي جنب مين المحطه وان ما فيش لوسز او في لوسز ولكن هو الدكتور له اي عامل ايه نجلكت لي وما ذكروش. امال المساله اللي انت جبتها بقى يا دكتور؟ جبت لك مساله عباره عن شبكه متكامله جنريشن ستيشن Transmission Station, Distribution Station وقلت ان انا عندي انرجي هتخرج من المحطة نت فعالية وانرجي هتخرج من الجنريتورز اصلا اللي جوه المحطة وانرجي هتوصل للكاستمر اللي عندي. ايه ده؟ يعني في انرجي طالعة من الجنريتورز اللي عندي وفي انرجي هتبقى على باب المحطة وفي انرجي هتوصل الكاستمر. اذا انا عندي الثلاث ارقام. الانرجي اللي هتبقى طالعه من الجنريتورز اللي عند حضرتك خلاص حضرتك بتحسبها ومفيش مشكله فيها خالص. الانرجي اللي على باب المحطه خلي بالك من الموضوع ده قوي 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 اللي هو النت اللي هو خارج فعليا وارد جدا يبقى عندي بعض الاوكزيلري. يعني ايه الاوكزيلري؟ يعني في مثلا بعض اللودز الاوكسيلري لود موجوده جوه المحطه فبتاخد وبتستهلك من الانرجي الحقيقيه بتاعه المحطه وبالتالي النت انرجي اللي على باب المحطه هي مش هتبقى اللي خارجه من المولدات. فانا ممكن اقول لحضرتك اللقطه دي اقول لك ايه؟ اقول لك احسب الانرجي عادي خالص واقول لك الاوكسيلري لودز اللي عندي قد كذا خلاص او الانرجي اللي موجود عندي اللي انا هاخدها من الانرجي الحقيقيه قد كذا. فالمفروض حضرتك بتطرح دي من دي وتقول لي ان النت انرجي اللي هتخرج بتساوي كذا. دي اول لقطه. تاني لقطه هيبقى في لوسز يبقى الانرجي اللي خارج على باب المحطه دي مش هي الانرجي اللي وصلت للكونسيومر. ليه؟ لان هيبقى في لوسز في النص خلاص فيبقى عندي ديت انرجي رقم 3. طيب الكلام ده لو انا ما جبتش سيرته خالص يبقى انت عندك الانرجي اللي طالعه هي ديت اللي انت بتتعامل بيها. طب دي اول حاجه انا ممكن ايه العب بيها في الامتحان. تاني حاجة هو أصلا منطقي يا دكتور إن أنت تجيب إنرجي على 8760 ساعة أصلا أمال أجيبها على إيه هندسة؟ تقول لي مثلا يعني 8000 يعني مثلا أو 6000 أو 7000 يعني بس 8760 هو إيه المحطة شغالة دغري ما بتقفش خالص؟ هو في محطة بتشتغل 365 يوم في السنة؟ مش ممكن 24 ساعة في اليوم هو ده بيحصل يا جماعة؟ ما بيحصلش. فساعتها أنا ممكن أقول لك إيه؟ انا مش هجيب لك سيره غير حاجه عن حاجه واحده بس اقول لك المحطه دي توقفت لاعمال الصيانه قد كذا مثلا 1000 ساعه او حتى مش هقول لك 1000 ساعه اقولها لك باليوم او اقولها لك بالشهر فحضرتك هتطلع عدد الساعات التوقف بتاعه المحطه وتقول ان عدد الساعات الحقيقيه اللي انا هجيب بيها الانرجي هو
البي عندي اللي موجودة، لأن البي دي محسوبة على أحمال شغالة بالفعل. خلاص، في عدد الساعات اللي هي عبارة عن 8760 ناقص عدد الساعات التوقف اللي الدكتور لؤي قال لي عليهم في المحاضرة أو في المسألة. عدد ساعات التوقف دي اديها لك بالشهر، يبقى تضرب تقول على 30 يوم في 24 ساعة. في الأسبوع يبقى هكذا، يعني ممكن أقول لك أسبوعين، توقفت أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. ممكن بقى أقعد ألعب معاك شوية وأقول لك أجيب لك جدول كده هو، تقول لك من الشهر الفلاني للشهر الفلاني كانت الإنرجي إيه، أجيب لك ليها حسبة، ومن الشهر الفلاني للشهر الفلاني دي حسبة. بس أنا الحقيقة مش هعمل ده، عشان انتوا ناس شطار وايه وفاهمين معايا المحاضره، مش مستاهله ان احنا ايه نقول الكلام ده، خلاص طالما احنا فاهمين خلاص يا شباب. لكن انا اللي يهمني ان انت حضرتك تبقى فاهم، عشان انا بقول الكلام ده ليه يا جماعه؟ حتى لو ما جبتوش في الامتحان لازم حضرتك تبقى فاهم الكلام ده بره. ما ينفعش اللي انا بديهولك ده تاخده صم صم كده بره وتقول هو دوت الكلام الصح. لا طبعا، مفيش محطه بتشتغل 8760 ساعه، مفيش انرجي باخدها هي دي النت اللي انا بتعامل عليها. لا طبعا، لا بتبقى اقل من كده. تبقى بكام نحسب ليه حسابات؟ انت الكلام ده انت مش هتطلع تحسبه بره على فكره، يعني في برنامج يقدر يحسب لك الكلام ده بناء على الاحمال وبناء على الكونفيجريشن بتاعت الشبكه عادي خالص. الشبكه لما تكون راديال غير لما تكون رينج، لما يكون عندي وان ترانسميشن لاين غير لما يكون عندي دبل بارلل ترانسميشن لاين وهكذا. يبقى ده بس الايه النقطه اللي كنت عايز اقولها، والحمد لله انا افتكرت اقولها لكم. نرجع بقى لما رجعنا في المساله. طبعا انا مديك الكابيتال كوست وهي هندسه، والانترست والديبريشيشن اللي هم النسبه اللي شايف حتى كده 10% اون كابيتال. يبقى ده الاف سي ار يا حسني في اليو سي في السي. طبعا مساله ولا اسهل يعني. طيب هنا الفيول كونسامبشن اهي بعد 12 كيلو جرام لكل كيلو وات اور. بص اللقطه اللي جايه دي بقى، معلش اسمح لي بس اخلص ديت هندسه واسمعك. هنا مديك الفيول كوست 40 جنيه للطن، وديت كيلو جرام لكل كيلو وات اور. دي المفروض اللي بالجنيه بالكيلو جرام، يبقى لازم احول الطن ده لايه؟ لكيلو جرام. يبقى انا هشيل كلمه طن دي واحط ايه؟ 1000 كيلو جرام. خلاص، دي اول لقطه في المساله اهو. هشيل الطن. طب ليه يا دكتور؟ قال لك اصلا انت عامل هنا الفيول كونسومشن بالايه؟ بالكيلو جرام بالكيلو وات اور. يبقى انا لو ضربت الفيول كونسومشن في الفيول كوست اللي هي تبقى 40 على 1000، هيطلع لي مين في النهايه يا دكتور؟ هيطلع لي الجنيه بالكيلو وات اور. هضربه في مين بقى بعد كده؟ في الانرجي اللي هنجيبها دلوقتي، دي افرج في التايم. يبقى انا طلعت كده الاف سي. طب انا بقول لك ان السالاريز والويجز والريبير والمينترنس 60 في 10 اس 5 بالجنيه بالريال. يبقى دي مين يا دكتور؟ الاو ام. خلاص، الاو ام 60 في 10 اس 5. يبقى الاو ام زائد الاف سي اللي انا هجيبها من النقطتين دول، كده طلعت اي او سي. وهنا طلعت الـ AFC، أقدر في النهاية أطلع الـ AOC، يبقى طلعت ABC من الـ AOC والـ AFC. طيب أنا هقول بس نقطة هنا كده وهوريكم الحل اتعمل إزاي، وهسمع الراجل اللي متردد وعايز يسألني السؤال ده. كنت برضو أنتظر سؤال من الناس تقول لي يا دكتور هو المينتنس اللي حضرتك حاططها هنا والسالاريز والريبير ومش عارف إيه، مش دي في منها برضو فيكسد؟ أنت قلت لي في الأول كده من ضمن الفيكسد في مش عارف مينتننس وفي مش عارف سالاريز وفي مش عارف شوية حاجات كده. طيب في فعلا. كنت ده اللي أنت كنت تسأله؟ أه كنت أقول لك كده. طيب بص يا هندسة، هناخدها قاعدة ثابتة. أي مينتننس أو أي سالاريز أو أي ويجز أو أي ريبير أو أي حاجة تخص الكلام دوت اديتها لك في المسألة فهي أوبريتنج كوست قولا واحدا. هي أوبريتنج كوست او رانينج كوست قولا واحدا. امتى دي هتكون جزء ثابت فيكسد كوست؟ في حاله واحده بس، لو قلت لك الفيكسد مينتننس كوست بكذا، ساعتها تقول لي دي فيكسد. الفيكسد سالاريز بكذا، الفيكسد ريبير بكذا، وهكذا. خلاص متفقين كده يا عم؟ وايه الفرق؟ كنت انا نعم، وايه الفرق بين الفيكسد والثانيه دي والرانينج؟ اه هو ده يا ابني اللي احنا بنحكي فيه في الشابتر كله. فيكس دوت الثابت ماشي، ما افتكر حاجتين. هيديني قيمه ليهم بس. يعني ايه قيمه ليهم؟ هي 60 في 10 اس 5 ديت ايه؟ ديت فلوس بيرير. ماشي خلاص، بس انت دي هتضيفها على مين؟ هتضيفها في الجزء بتاع الاوبريتنج مش في الجزء بتاع الفيكسد. هو ده الفرق. ليه؟ لان انا بقول لك اي حاجه مينتنس او اي حاجه اديها لك زي كده ديت بتبقى اوبريتنج. امتى تكون فيكسد؟ لو انا قلت لك ديت الفيكسد مينتننس كوست، وساعتها تقول دي الفيكسد. خلاص
طب يا دكتور، طيب طب معلش اتفضل يا معلش، باشمهندس. اتفضل المرتبات بس المفروض تبقى فيكسد ولا مثلا بيختلف عشان لو العمالة زادت او قلت؟ اللي هو ايه تاني سؤالك معلش؟ حضرتك انت قلت مثلا المرتبات اللي هي لو انا هقولها، لو انا هقول لك فيكسد يبقى انا هوضحها لك، اقول لك فيكسد مينتنس، لكن انت تمام. بشكل هتعتبرها اوبريتنج. انا بشكل اه عام برضه لما اجي مثلا افتح شركه، لما اجي احسب، لما اجي احط مثلا بند العماله ده والمرتبات، احطها اصلا برضه فيكسد ولا اوبريتنج؟ هيبقى في جزء امتى؟ فيكسد وجزء اوبريتنج، جزء بناء على فيكسد وجزء اوبريتنج. يعني مش المفروض ده بيبقى عامل ثابت؟ انا ده بيبقى ليه مرتب وليه حاجات وكده، فيبقى فيكسد. صح، شفت الحوافز؟ اه هو ده الاوبريتنج، هو ده اللي انا اقصده يا تمام هندسه. معايا ماشي. حاجه انت بتشجع بيها الناس عشان يقعدوا ايه وقت اطول شويه في الشغل، صح؟ عشان ينتجوا اكتر شويه، هو ده اللي انا اقصده. ونفس الكلام بالنسبه للصيانه، الصيانه بالنسبه لك ايه؟ في الصيانه ثابته زي الراجل اللي كان بيكلمني من شويه كده، لو عنده عربيه بيعمل ايه؟ صيانه ال 5000 وال 10000 وال 20000 وال 100000 والمليون وهكذا، صح؟ وفي صيانه لا قدر الله العربيه اتخبطت، رحت عملت لها صيانه مش عارف عايزها ايه وهكذا. خلاص يا شباب؟ حاجة تانية معلش، هو ده اتفضل. كله أنا بعمله مثلا دي حاجات مثلا يعني، ما يعني بتوقع مثلا لو أنا هفتح مشروع وأشوف مثلا هيكلف قد إيه. طب راس أنا لو أنا الكلام تمام. لما أجي أعمل الموضوع ده بناء عليه مثلا، بقول مثلا إن أنا يعني هبتدي أستفاد بالمشروع بشكل فعلي مثلا بعد 10 سنين أو كده، يعني تبقى ريش مثلا معينة لا لا، بعملها أو العمر الافتراضي يا هندسه، العمر الافتراضي للمحطه. كل المحطات التقليديه معروف العمر الافتراضي بتاعها، يعني مثلا لو بصيت على الهيدرو ممكن يقول لك مثلا 20 سنه او 15 سنه او 10 سنين، فاهمني؟ فالعمر الافتراضي هو اللي بيحدد لك كل حاجه. طبعا انت لما ما بتيجي تحسب برضو انت راجل، لو ان شاء الله التجاره، ان انت لما تقول مثلا انا معايا فلوس، الفلوس ديت انت بتقول مثلا في حاجه اسمها تضخم بتحصل، صح كده؟ او الفلوس ديت النهارده بتساوي مثلا، احنا بنقول مثلا دولار، الدولار مثلا بقيمه ما دلوقتي، طب كمان سنه هيبقى عامل ازاي؟ فبنقول لا، ده الدولار ده هيزيد، تمام؟ فانت بتبقى عامل حسابك ان انا مثلا لو انا بتكلم في 15 سنه، طيب انا كلفت في مليون، طيب انا لو انا المليون ديت كمان سنه هيبقوا مليون؟ لا طبعا هيبقوا ازيد شويه. ليه؟ لان انت بالنسبه لك الحاجه بتزيد، بس انت طبعا عشان انت حاططهم فلوس بتخسر، لكن انت لو حطيته مثلا دولار او حطيته اي عمله فانت بالنسبه لك دي هتزيد. طب ما انت عملت حسابك في ده، وعملت حسابك كمان في معدلات الاهلاك اللي بتحصل للماشينز دي، وعملت حسابك في الصيانات اللي انت ممكن تحتاجها زياده، وعملت حسابك مش عارف في ايه، كل ده بعد ما عملت حسابك عليه وحطيت العمر الافتراضي تقدر تقول والله انا هيعود عليا بربح قد كذا. خلاص؟ بس يبقى القصه تمام. كلها تبقى مشكلتك كلها في الانيشال كوست، ان انت تجيب الفلوس دي كلها مره واحده ازاي؟ وفي ناس تعمل كده، تحط فلوسها في مشروع واستنى الربح بتاعه، ما فيش مشكله لانه هيكسب وهكذا. فالانوال فيكسد كوست زي ما قلت لحضراتكم هي الاف سي ار 10% في 1200 يو سي، اهي صريحه. في السي اللي هي بكام؟ ب 120 ميجا، وطبعا ضرب هنا، بصوا خدت بالكم ازاي؟ ضرب في 10 اس 3. ليه يا دكتور؟ ليه يا حسني؟ اهو عشان دي بالجنيه بير كيلو وات، فهيضرب في عدد الكيلو وات مش عدد الميجا وات. يعني لو ساب ال 120، ودي اخطاء الناس بقى، وطبعا الحقيقه انا ما بغفرش خطا زي كده، يعني انا ما بسامحش في خطا زي كده. ليه؟ لان هي دي حاجه بسيطه، يعني دي تكون بالكيلو ودي تبقى بالكيلو، هحول دي يا سيدي بالميجا ودي هسيبها بالميجا، انت حر. معايا ازاي؟ طبعا الانرجي هي اللود فاكتور في البي ماكسيمم اهي في 8760، وطبعا كل ده عندك اللود فاكتور موجوده، البي ماكس موجوده، وال 8760 موجوده، مفيش مشكله خالص. طيب عايز اقول هنا حاجه بس اخلص لكم دي الاول. اف سي، بصوا يا شباب، اي في الفيول كوست في الفيول كونسامشن، اي اهي يعني لسه مطلعها 200 2803 وشويه دي، في الفيول كوست اهي 40 على 1000، خدت بالكم قسم على 1000 اهو اللي هي كانت بير طن، في الفيول كونسامبشن ب 1.2 من 10. طلع الكلام ده بالجنيه بالريير، حتى بص عامل لك الوحدات اهوت، بعد كده راح جامعها على الاو ام اللي هو الرقم اللي طلع مع حضرتك دوت اهو، راح جامعه على الاو ام. خلاص، طب ليه عملوا 134 مع انه كان طلع 13.4 من 10؟ لا عشان طلع، خلي بص كده 10 اس 5 عشان الاو ام كانت ب 10 اس 5، عشان طبعا الغلطات دي بلاقيها كتير جدا.
هي 60 في 10 اس 5 يروح جامعها على 13 4 من 10 وما ياخدش باله من دي تكون بتساوي دي، فلو خليت دي 10 اس 5 يبقى دي 10 اس 5، 10 اس 6 يبقى 10 اس 6 وهكذا. تجمع الاثنين دول بعد كده تجيب الاي بي سي، هي اي اف سي زائد الاي او سي. بعد ما بتطلع الكلام ده تقسمه على الانرجي، يبقى انت طلعت الجنريشن كوست فلوس لكل كيلو وات اور بكام؟ باللي هي 12 قرش اللي طالع مع حضرتك دي. طيب هسيبك تسال يا اللي كنت بتسال، بس لما اوضح لك الحته دي يبقى انا عملت اللي عليا معاكم قدام ربنا سبحانه وتعالى. واحد يقول لي هي البي ماكسيمم ب 80 في 10 اس 3 صح؟ اه. طب البي كاباستي بكام؟ ب 120 في 10 اس 3. في حال ان انا ما اديتلكش البي ماكسيمم خلاص، هل لو انا جيت حبيت اجيب الانرجي اعوض عن البي ماكسيمم اللي هنا دي بالبي كاباستي ولا لا؟ وفي نفس الوقت انا مديك لود فاكتور، يعني لو مديك الكاباستي فاكتور كنت هتضرب الكاباستي فاكتور في ها البي كاباستي، لكن انا مديك اللود فاكتور مش مديك البي ماكسيمم. امال مديك مين البي كاباستي؟ هل من الممكن اشيل البي ماكس واحط مكانها بي كاباستي؟ ايه رايك؟ ايوه ممتاز، ايوه كده يعني، ايوه شديده كده تمام، الله ينور عليك هندسه، هو ده اللي انا كنت عايزه. اقول لك بس اتفضل، بس تديني عليها بونص ان شاء الله. حاضر من عينيا. عشان حضرتك قلت هو طالما ما ذكرش اللي هي الاولانيه ديت وخدهم الاثنين مع بعض على انها حاجه واحده، انما لو ذكر دي تمام. لو صح ولا انا بهبل يا دكتور؟ لا صح، ما بتهبطش، مظبوط الكلام، الله ينور عليك. هسألك مش سؤال بقى، هحل البونص ده يا دكتور، باخد في بالك. لا ما تقلقش، هل البي ماكس ينفع تكون اكتر من البي كاباستي؟ البي ماكسيمم ينفع تكون اكتر؟ طب سيبني كده 10 ثواني. لا يا دكتور ماشي، ما ينفعش. طب انت ساعدته يا عم، ما ينفعش انت كده على فكرة، عشان ينفعش الشيء من عند دكتور فلازم يقف جنبي. يا دكتور انا طيب محمد حسني برضه، مفيش فرق بيني وبينه يعني. طيب ماشي، يعني انتوا الاثنين واحد يعني. طب انتوا الاثنين بقى هسألكوا السؤال ده بما انكم اتفضل بتقولوا يعني. اتفضل يا دكتور. هو الحقيقة انا شايف ان البي ماكس ممكن تكون اكتر من البي كاباستي في وقت من الاوقات، لو قلت لي ايه الوقت دوت هديكم انتوا الاثنين بونص. قضاء وقدر. البي ماكس ممكن تتخطى البي كاباستي امتى؟ ما تسكن. انا بعمل السبب. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش اي ماتيريال جنبي يا دكتور. لو حصل عطله يا دكتور في لو لا ما حصلش عطله. استنى. طب حاجه بسيطه خالص يعني، مش محتاجه تفكير على فكره. لما ببقى مشغل كل الاحمال بتاعتي. لا ممكن في لحظه التشغيل، بس لحظه اول ما بشغل. لا هي فعلا الراجل اللي قال كلمه لما اكون مشغل كل الاحمال بتاعتي، بس عشان هم دقيقين شويه، مش كل الاحمال الخاصه بي انا كحمل واحد، لا ده كل الاحمال اللي موجوده على ها ترانسفورمر، لان الترانسفورمر ده بيبقى شايل ايه؟ بيبقى شايل اكتر من حاجه صح، اكتر من بيلر، والبيلر ده شايل اكتر من ايه؟ اكتر من مكان. فلو ان كل الاحمال اللي في الاماكن دي كلها اللي على الترانسفورمر اشتغلت في وقت واحد، فعلا ساعتها ممكن البي ماكس تتعدل بيك بس. ولكن ده هل بيحصل؟ صعب جدا يعني، لك ان تتخيل ان حسني والراجل اللي لسه مكلمني دوت قاعدين في بيت واحد، متخيل ان حسني الاولاني دوت يشغل كل احماله اللي في الشقه مره واحده، وفي نفس الوقت حسني الثاني برضه يشغل كل الاحمال في نفس الوقت، وفي نفس الوقت الراجل الثالث والرابع والخامس. صعب جدا الكلام ده، بيبقى صعب. ففعلا بيبقى ايه يعني مش وارد خالص ان البي ماكس انت تتخطى الايه البي كاباستي، لان انا طبعا لما باجي اجيب البي كاباستي بشتغل عليه يا شباب، اشتغل على الدايفيرس اللي احنا كنا قلنا عليها، ان الاحمال يا دكتور ما بتشتغلش كلها مع بعض، امال بتشتغل ايه؟ متباعده عن بعض شويه. نعم. السؤال ده موضوع امتحان؟ لا مش موضوع امتحان، لا ما تقلقش، انا بس ايه بفهمكم عشان لما تطلعوا بره كده ان شاء الله تشرفونا كده الناس ما تضحكش عليهم. طيب المساله دي الحقيقه انا هقولها واختم بيها المحاضره. المساله يعني الثالثه ديت يعني فكرتها ان انا بقول لك ان انا عندي محطتين وبقول لك مين الارخص، فانت بتحل عادي خالص وتشوف اللي فلوسها اقل، عشان بس ايه ما ارجعش ليها 7 من 100 هنا هي مثلا و4 من 100 يبقى دي فلوسها اقل، يبقى بالنسبه لي الهيدرو ارخص، لكن بطبق ايه اف سي عادي خالص واي او سي عادي خالص مفيش حاجه. امال المساله يا دكتور بقى الثانيه دي انت عايز تقول فيها ايه؟ عايز اقول لك الاتي، وانا اقول لك حتى فكرتها مش لازم اقول لك حلها عامل ازاي. بص شوف، ذا فولوينج داتا ريليت تو 10 ميجا وات ثيرمال ستيشن. خلاص ال 10 ميجا وات دي بقى يا حسني
مين بقى؟ البي افريج ولا البي ماكسيمم ولا البي كاباسيتي؟ ال 10 ميجا دي يا حسني هي بي كاباسيتي ولا بي افريج ولا بي ماكسيمم؟ تمام، هي البي كاباسيتي فعلا. الله ينور عليكم يا باشمهندسين، فعلا لو قال لي كده ريتد باور لاي محطه دي بتبقى البي كاباسيتي معروفه كده، مش بي ماكسيمم ليه والبي افرج ليه؟ لان اي محطه بيبقى جواها مجموعه احمال، الاحمال دي بناء على تشغيله اقدر احسب البي افرج البي ماكس، يبقى بناء على تشغيله مش اللي هو مديها لي كده على طول. زي بالظبط اقول لك ايه، الموبايل ده قدرته 5000 امبير، يبقى ده البي كاباسيتي بتاعته خلاص. تمام، يبقى ده مش البي كاباسيتي او الاي اي الاي كاباسيتي هنا بقى على اساس الايه الامبير اور بتاعه وهكذا. طيب هنا الكوست اوف بلانت اللي هي مين، من غير حتى ما اقرا كلمه كوست اوف بلانت، جنيه بير كيلو وات، يبقى دي مين يا شباب؟ اليو سي. اليو سي، ممتاز. طب بص بقى انا كاتب لك انترست والانشورنسز والتاكسس 5% والديبريشيشن 5%. ال 5% دي الاولانيه دي ايه، وال 5% دي الثانيه دي ايه؟ مين عارف؟ ال 5% الاولانيه دي طب الاف سي ار انهي واحده فيهم؟ مجموعهم تقريبا يا دكتور. برافو عليك يا هندسه اللي قلت مجموع الاثنين، انت الله ينور عليك، مصحصح معايا. هو فعلا كده، هو الراجل لو رجع لورا كده هو شويه هيلاقي فعلا ان الدكتور له اي كاتب الانترست والتاكسز والديبريشيشن جنب بعض، كل دول اسمهم اف سي ار، حاجه واحده بالظبط. فيبقى الاف سي ار بكام في الميه يا شباب؟ 10% كده. 10 حلو، يبقى ادي الاف سي ار عندك يا هندسه، واليو سي عندك يا هندسه، والسي عندك يا هندسه، انت الدنيا تمام. الايه الانوال فيكسد كوست زي الفل. طيب الجديد اللي انت جاي تقوله لي دلوقتي ايه بقى؟ شايف الحته اللي تحت دي بلانت مينتنس كوست، بص كده فيكسد، يبقى ديت الفيكسد بلانت مينتنس كوست ب 20000. يبقى ال 20000 دي هضيف على مين؟ على الجزء اللي انا طلعته فوق، واخد بالك هندسه؟ شايف انا جبتها لك فيكسد اهو. يبقى 20000 زائد 10% في ال 1200 في ال 10 في 10 اس 3 يديني مين؟ الانوال فيكسد كوست. طيب الفكره بتاعت المساله ديت ان انا عندي اكتر من فيكسد كوست واكتر من اوبريتنج كوست. هنا ادي اول فيكسد كوست اللي هي بالاصفر فوق، تاني فيكسد كوست اللي بالاصفر تحت. طب ايه بقى اللي انت كاتبه دوت؟ بص يا سيدي، قال لك الكوست اوف برايمري ديستريبيوشن 500000 جنيه، والانترست والانشورنس والتاكسيز اند ديبريشيشن 5%. طيب ده كده بقى اللي انا عامل عليه بالاحمر ده اعتبر فيكسد ولا اوبريتنج؟ ده اوبريتنج. انا بقول لك كوست اوف برايمري ديستريبيوشن 500000 جنيه، فيكسد طول ما الاحمال ثابته يا دكتور. تمام، فيكسد طول ما الاحمال ثابته. طيب برضو اللي انت شايفه دهوت، هل انا قلت لك الاحمال ثابته ولا متغيره هندسه؟ لا حضرتك ما قلتش حاجه زي كده. كويس، يبقى انا في هنا في مساله زي ديت، ايه رايكم نعتبر ده فيكسد ولا اوبريتنج فاريبل يعني؟ اوبريتنج. ده هي الحقيقه فيكسد يا شباب، طالما هندسه انا ذكرت لك انترست وانشورنس وستاكسز وديبريشيشن، هو ده كان عمره موجود في الاوبريتنج يا جماعه، كل ده دايما موجود في مين؟ في الفيكسد. زائد ان هو قايل ايه؟ برايمري ديستريبيوشن. يعني ايه برايمري ديستريبيوشن؟ اللي هو النقل الايه الاولي اللي في الاول دوت، اللي بيبقى بالنسبه لي حاجه ثابته انا عارف هيتكلف قد كذا. فهو كلمه برايمري ديت اي حاجه برايمري يا شباب بيبقى دايما ليها علاقه بمين؟ بالفيكس. طب انا عرفتها منين يا دكتور؟ بص يا سيدي دكتور، ارجع ورا كده للسؤال او النقطه اللي زميلكم كان قال عليها، هي الكابيتال كوست بتمثل ايه؟ بص كده انكلودز ذا بري ليمينري كوست. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني التكلفه الاوليه للمشروع دي بعتبرها فيكسد. فاي حاجه برايمري، ما دي نفس الكلمه على فكره، دي برايمري ما فيهاش حاجه خالص، اي حاجه انا بقول لك عليها برايمري يبقى دي بالنسبه لي فيكسد. طيب
الازمه هنا في ايه؟ مش ازمه طبعا يعني، هو مديني ايه 500,000 جنيه. يا ترى دي اليو سي ولا السي ولا اليو سي في السي؟ اليو سي في السي. اليو سي في السي، كويس كده عرفتها منين؟ لانه جايبها لي بالجنيه يا دكتور على طول. تمام. يبقى هيقول لي كوست اوف كذا، خلاص يبقى ديت اليو سي في السي. الثاني شايف قال لي كوست اوف بلاند بالجنيه بير كيلو وات، يبقى ديت خلاص ديت اليو سي بس، وهنا السي لوحدها وهكذا. يبقى انا كده عندي يا دكتور عندي ثلاث حتت فيكسد. الحته الاولانيه سهله قوي، 20,000 خلاص خلصنا منه بالجنيه اهي. الحته الثانيه 10% في 1200 في 10 في 10 3. الحته الثالثه 5% اللي هي 5 على 100 في 500,000 بس. يبقى انا طلعت مين؟ طلعت الفيكسد كوست اللي عندي في المحطه كلها. طب الاوبريتنج دكتور اتفضل يا هندسه. سؤال، الفرق بين الانترست والانشورنس والحاجات دي اللي فوق بالاصفر ولا تحت بالاحمر، ايه الفرق ما بينهم؟ ولا حاجه هندسه، دي انترست وانشورنس وتاكسز خاصه بمين؟ بالكوست اوف بلانت الاوليه ديت الجزء ده. لكن الانترست والانشورنس والتاكسز والديبريشن خاصين بمين؟ بالبرايمري ديستريبيوشن. وصلت؟ يعني اللي تحت، يعني اللي تحت دي اللي هي الاف سي ار. بس بتاعت مين؟ البرايمري ديستريبيوشن. واللي فوق ديت اف سي ار بتاعت مين؟ الكوست اوف بلانت. معايا؟ تمام. بس طيب الاوبريتنج يا هندسه دكتور، الاوبريتنج في حاجه هنا واضحه هي 500,000 ناخدها معانا، دي اول واحده هنحطها في جيبنا. والاوبريتنج فاريبل اهي 30,000، يبقى 500,000 و30,000 يبقى 530,000 خلاص. بعدين يا عم قال لك بقى بص، في حاجه هنا اهي كوست اوف كول انكلودنج ترانسبورتيشن 44 جنيه للطن الواحد. طيب تكلفه الوقود اللي عندي بما في ذلك نقله ب 44 جنيه للطن، دي مين؟ ها الفيول كوست فاكرينها اهي الجنيه بير طن. يونت فيول كوست، بس هي هنا الجنيه ايه بير كيلو جرام. انا ما عنديش مانع اعدي ديت وكاني مش شفتها جنيه بير طن، بس التانيين يكونوا بالايه؟ ها بالطن بير كيلو وات اور. معايا هندسه؟ انا قلت عشان ما يديروا بعض الطن بير كيلو وات اور، اعدي الاولانيه عادي عشان يطيروا مع بعض. الله ينور عليك يا هندسه. طب تعالى نشوف هو مدينا ايه بقى. بص كده مديك كونسامشن اوف كول 25,500 طن بس كده. هنضربه في ال 44. طيب لما تضرب دي عدد الاطنان دي في 44 يدي لك الايه؟ يديني اللي هي الكوست بتاعت الفويل. ماشي، الكوست دي اضربها بقى في الانرجي ولا مش محتاجه هنا الانرجي؟ هو ده السؤال. كنت اضربها في الانرجي عشان يعني هو هنا مديلك بالطن، فكانه بالظبط عمل ايه؟ الطن بير كيلو وات اور مضروبه في الانرجي، كانه بيقول لك ان الانرجي مضروبه في الفيول كونسامبشن ب 25,500 طن اللي هي دي. خدت بالكم بقى يا جماعه من دمج اليونت مع بعضها اهي 25,000 مع الناس اسمها ايه كونسامبشن اوف كول اهي، بس 25,500 طن. يبقى ديت مين؟ تكلفه او اللي هو عدد الاطنان لكل كيلو وات اور مضروب في عدد الكيلو وات اور كله عشان يطلع لي عدد الاطنان زي ما حضرتك شايف كده. خلاص، فلما تضرب دي في ال 44 جنيه للطن يديك مين؟ الفيول كوست. خلاص يبقى 44 في 25,500 يطلع برقم، زائد 30,000 يطلع برقم، زائد 500,000 يطلع برقم، كل ده مجموع يدي لك الاوبريتنج عندي اللي هو هتلاقيه مكتوب عندك تحت هنا كده. خلاص. طيب امال ايه الحاجات الثانيه دي يا دكتور؟ الانوال لود فاكتور عشان يطلع مين؟ اللود فاكتور 6/10. طيب والبي ماكسيمم ب 9 ميجا، والانستولد بلانت كاباسيتي بص هنا جايب لك ايه؟ ب 10 ميجا. بص دي هي دي، يعني ذكرها لك مرتين، مره في اول مساله ومره في اخر المساله. طيب البي ماكسيمم واللود فاكتور لما اضربه يديني ايه؟ ها؟ البي ماكسيمم واللود فاكتور، البي ماكسيمم واللود فاكتور اهو اهم يا شباب اهي البي افرج. البي افرج، الله ينور عليك. طب هو انا عايز البي افرج هنا ليه؟ ما انت كده كده الانرجي مش محتاجه صح؟ عشان اجيب سؤال بساله للناس. خلاص انا خلصت والله ان شاء الله. هو انت بتجيب الانرجي ليه هنا يا دكتور؟
مش انت قلت هنا انت اصلا ديت خلاص ديت بالطن بالكيلو وات اور كانها مضروبه في الانرجي، خلاص تحتاج الانرجي هنا في ايه؟ ايه رايكم؟ المضرب بي ماكسيمم في الانوال لود فاكتور يديني البي افريج، اضربها في 8760 اداني الانرجي. ليه انا محتاج الانرجي في المساله دي؟ هيقولها يبقى شاطر مركز معايا وانا كده خلصت. قلت انا كده يا دكتور دلوقتي البي ماكسيمم واللود فاكتور لما اضربهم في بعض يديني البي افريج، اضربه في 8760 يديني مين الانرجي؟ هو انا محتاج الانرجي هنا ليه هندسه؟ علشان اجيب الفول كوست عشان تجيب الاف سي. لا طب ما الاف سي خلاص مش محتاج، ما هتضرب عشان اجيب الجنريشن كوست. الله ينور عليك، تجيب الجنريشن كوست فعلا. بص كده لما تيجي تقسم تقسم على مين؟ على الانرجي. فعشان كده احتاجنا مين الانرجي اللي هتبقى بالنسبه لك اهي بي ماكسيمم في اللود فاكتور في 8760. خلاص طلع الكلام ده بالجنيه بالكيلو وات اور. طبعا دي غلط، بصوا كويس ان انا خدت بالي من دي. بصوا يا شباب الحته دي معلش ايه عذرا، ديت كيلو وات اور. ها يعني ديت بص لا هو قايل لك هنا ديت كيلو وات اور اهي. بص ديت الانرجي كيلو وات اور، هي بس ناقص هنا الاور بس مش اكتر. طب لو طلب الانوال فيكسد كوست بالنسبه للبي كاباستي عادي، يبقى تقسم على البي كاباستي يبقى ده الكيلو كيلو وات بس خلاص، لكن التوتال بيبقى دايما الكيلو كيلو وات اور. فهنا يا جماعه بس كلمه اور او اتش هنا بس ناقصه، خلاص ده خطا خطا كتابي ان الاتش هنا ناقصه كيلو وات اور، لان هنا قاسم على الانرجي ما ينفعش اطلعها كيلو وات. كيلو وات ديت يبقى قاسم هنا على باور مش انرجي خلاص. ده كده الشابتر بتاع الباور بلانت اوكرمنت. نعم يا هندسه معلش سؤال بسيط بس كده تشرحه لنا تاني. اتفضل. الحته بتاعت الفيكسد والرننج والاوبريتنج والكلام ده انا مش فاهمها واتلخبطت فيها دلوقتي كلها. قلت لك الرننج هي الاوبريتنج خلاص؟ دي واحده الرننج هي الاوبريتنج؟ ماشي. طيب الفيكسد ايه بقى والاوبريتنج ايه؟ الفيكسد ده الثابت معايا. الفلوس الثابته للمشروع. والاوبريتنج اللي موجوده بس بناء على مين؟ على عدد الكيلوات اورز اللي بتخرج عندي بس. ده الفيكسد والاوبريتنج بجمعهم مع بعض يديني البلانت. اللي موجوده ايه؟ الايه؟ تقول ايه؟ الاوبريتنج اللي هي موجوده ايه؟ اللي هي موجوده بناء على الكيلوات اور اللي خارج. يعني اللي موجوده بناء على الانرجي اللي خارج يعني بالظبط بالظبط، لكن دايما الفيكسد بيبقى دايما ليه علاقه بمين؟ بالكيلو وات اللي عندي. بالكيلو وات ولا بالجنيه؟ كيلو وات. لا لا كيلو وات. كيلو وات اور دوت بالاوبريتنج. كتبت خلاص؟ لا مش فاهم. اتلخبطت. براحت انا يا دكتور بس. الفيكسد يا حسني اللي هو دايما ليه علاقه بمين؟ بالكيلو وات. يعني ايه كيلو وات؟ يعني التكلفة لكل كيلو وات قد ايه؟ قد كذا. خلاص؟ ده بالنسبة لي الفيكسد. ماشي. الاوبريتنج او الرننج اللي معتمد على الكيلو وات اور اللي بتخرج عندي. بأي حاجة بالكيلو وات اور وده بالنسبة لي ايه رننج. خلاص؟ طب ما هي التانية برضه بتاعت التكلفة بتاعت الكيلو وات برضه يا دكتور. مين التكلفة بتاعت الكيلو وات؟ اللي هي الفيكسد. لا طبعا. فيكسد كيلو وات لكن الاوبريتنج كيلو وات اور. بير اور انت حسني ولا لسه برضه؟ كيلو وات اور مضروبه في ال في الـ ولا مقسومه؟ ولا مضروبه ولا مقسومه؟ انت بتشوف عندك. اتفضل. معلش بس يا دكتور معلش قطع حضرتك، لو في اتندنس اللي حضرتك تاخده دلوقتي واللي عايز يسال يسال عشان عندنا حضره ماشين. كلامك مظبوط يا هندسه. تمام يا هندسه لحظات. داونلود اتندنس هو يبان عندكم ان هو نزل.